تحياتي. أنا بعرف إنه اللي بيتعاطى مع السوشيال ميديا وبيتعاطى مع الشأن العام بده يتحمل المنيح والعبيح، أمر مفهوم. السوشيال ميديا بتضم كل ألوان الطيف، المثقف، الجاهل، الفهمان، الحاسد، الحاقد، العاقل، المجنون، بتضم كل أنواع الناس. لكن لدينا مسؤولية مجتمعية تجاه الناس اللي عم بتتابعنا بشكل أو بآخر، إنه شوية نوعيهم على حسب ما يعني ما بنقدر. يا جماعة الخير، والله والله الحياة أنظف وأجمل من إنه نقضيها مشاكل وتعليقات سخيفة وتعلقوا نيابة عن صاحب الشأن. يا أخي حلوا عن الناس، تركوهم يعلق اللي بتعلقوا ويحكي اللي يحكي. أنتوا بتكون بواحد يعلق على كيفكم وإمتى يعلق ولمين يعلق ومع مين يحكي ولشو يحكي. ما كل واحد عنده حساب، ما عجبك فلان اعمل له انفلو الله وياه، بس انك تجبر نفسك على عليه والله يعني تقبلها لحالك. تحياتي. انا بعرف انه اللي بيتعاطى مع السوشيال ميديا وبيتعاطى مع الشأن العام بده يتحمل المنيح والعبيح، امر مفهوم. السوشيال ميديا بتضم كل الوان الطيف، المثقف، الجاهل، الفهمان، الحاسد، الحاقد، العاقل، المجنون، بتضم كل انواع الناس. لكن لدينا مسؤولية مجتمعية تجاه الناس اللي عم بتتابعنا بشكل أو بآخر، إنه شوية نوعيهم على حسب ما يعني ما بنقدر. يا جماعة الخير، والله والله الحياة أنظف وأجمل من إنه نقضيها مشاكل وتعليقات سخيفة وتعلقوا نيابة عن صاحب الشأن. يا أخي حلوا عن الناس، تركوهم يعلق اللي بتعلقوا ويحكي اللي يحكي. أنتوا بتكون بواحد يعلق على كيفكم وإمتى يعلق ولمين يعلق ومع مين يحكي ولشو يحكي. كل واحد عنده حساب، ما عجبك فلان اعمل له انفلو الله وياه، بس انك تجبر نفسك على عليه والله يعني تقبلها لحالك.